السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهاردة هنتكلم مع بعض على ازاي اعمل سيرش على محركات البحث. احنا هنفتح صفحة جوجل، صفحة عادية خالص، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده، وهكتب مثلا، انا هديكم مثال طبعا مرتبط شوية بالحشرات، مجال دراستي، بس هتطبقوه على بقية المواد عندكم. واللي انا عارفاه بالنسبه للحشرات اللي هي عناوين البحث او مواضيع البحث، دكتور عادل ودكتور محمد وانا منزلين عنوان البحث بالانجلش وبالعربي. فالسيرش انا بفضله يكون بالانجلش، لان هيطلع لك معلومات غزيره اكتر من العربي بكتير. عايز تبحث بالعربي عادي، مفيش مشكله، تمام؟ بس انت السيرش بالانجلش هيبقى افضل وهيجيب لك معلومات اكتر وقيمه، تمام؟ فانا دلوقتي هديكم مثال على الانسكت كولكتنج ميثود. فهنكتب كده في جوجل عادي انسكت كولكتنج ميثود، زي ما انتم شايفين. بصوا انا بكتب بيطلع لي كذا حاجه تانية، different methods of insect collection. الحاجات الاختيارات دي ما بتطلع بتديني بتوسع معلوماتي، بتخلي دايره البحث بتاعتي تكبر، تمام؟ مثلا what is the process of collecting insect sample، يعني العمليه بتاعت جمع الحشرات دي بتتم ازاي. فاما بعمل سيرش، خلي بالكم الحاجات اللي بتنزل دي وبتطلع دي هتديك افكار غزيره ان انت تبدا توسع دايره البحث بتاعك. فخلينا نكتب كده insect collecting methods ونضغط على انتر، هيطلع لي بالشكل اللي قدامكم ده، كذا تايتل او كذا عنوان سيرش اهوت، تمام؟ هنا مثلا ده شابتر اهوت من كتاب شابتر 6 methods of collecting of insect، تمام؟ طيب امال اللي جنبه بي دي اف دي يعني ايه؟ يعني ده بحث، ده هتلاقيه بحث او بيبر خاص برسالة او خاص ببحث منشور، بيبقى طبعا الكلام ده بحث علمي فبيبقى يفضل. فانت ممكن من البداية اصلا تقوم كاتب هنا جنب كلمة البحث بتاعك بي دي اف، تمام؟ انا عايز ابحث بي دي اف، وتضغط انتر. هتلاقي اغلب اللي يطلع لك اهو ده بي دي اف، الكتاب طلع لان هتلاقيه هو بنسخة البي دي اف، وهكذا، تمام؟ ممكن تعمل انت بايه؟ بي بي تي، يعني اختصار باوربوينت. نعمل انتر كده نجرب، تمام؟ النت بس بيحمل. اوكي، وطلع لي هنا اهو methods of insect collection and preservation، يعني حفظها، يعني طرق جمع الحشرات وحفظها. هنا methods of insect sampling in forest، طرق جمع الحشرات في الغابات. شايفين دايرة البحث بتكبر ازاي؟ اهو بي بي تي ده هتلاقيه باوربوينت، لو فتحته معاكوا هتلاقيه ده اختصار باوربوينت. الباوربوينت ده يتكلم على different methods، الطرق المختلفة for insect collection and preservation، يعني الطرق المختلفة لجمع الحشرات وحفظها، تمام؟ طيب نجرب كده نفتحه مع بعض. إيه على ما يفتح بس هنبص الحاجات التانية. هنا اهو شابتر جايب لك من كتاب collecting and ده بحث، تمام؟ ده برضو بحث من الميوزيوم، تمام؟ و different methods of insect ده بحث برضو، وهكذا ابحاث، تمام؟ شايف كمية الابحاث اللي طالعة رهيبة، يعني كمية كبيرة. ولو فاكر الكلام، بص لو ضغطنا هنا كده، انا وقفت بس كده في مكان السيرش وعملت كليك بالماوس، طلع لي كذا حاجة زي insect collecting equipment. ممكن انا خلاص بوسع دايرة البحث بتاعي يا جماعة، الافكار دي كل الحاجات دي بتديني افكار، اضغط عليها واقرأ وهكذا وانزل ابحث. خلينا نشوف الباوربوينت هنا كده، اهو ده الباوربوينت اللي كنت قلتلكوا عليه، نضغط عليه كده ونشوف different methods of insect collecting and preservation، يعني الطرق المختلفة لجمع الحشرات وحفظها. انا بس للاسف النت عندي شويه بطيء، ففين وفين ايه على ما بيحمل. خلينا نشوف حاجه تانية كنت محملاها، ده هو شابتر 6، ده شابتر من كتاب بيقول لك ايه methods of collecting of insects، تمام؟ انا لقيت الشابتر ده او البحث ده مرتبط بموضوع البحث بتاعي في الماده دي، خلاص انا هعمل له سيف على الجهاز بتاعي وابدا اقرا البحث ده.
انا قلت لكم اعملوا سيرش بالانجليش، في ناس كتير عندها اللغه معقده شويه وبتبقى صعبه عليهم، بس الانجليش صدقني هتلاقيه سهل ولذيذ. وتاني حاجه انت ممكن تفتح صفحه جوجل وتكتب جوجل ترانسليت او ترجمه جوجل، وهتطلع لك الترجمه بالشكل ده. تكتب هنا اي كلمه انجليزي انت عايزها وهتطلع لك الترجمه هنا بايه، بالعربي لو انت مش قادر تفهم الكلام لوحدك بدون ترجمه. وفي تطبيقات على الموبايل اللي هي زي يو ديكشنري. تمام. المهم وليكن البحث اللي قدامنا ده او الشابتر من الكتاب ده مهم وريليتد بالبحث بتاعي، فانا هاجي اقراه كده. بيقول لي ايه تكنيكس فور كولكتنج انسكتس، يعني تكنيك او الطرق المختلفه لجمع الحشرات ار فاريد، يعني متنوعه ومختلفه. انا لما هاجي اكتب الكلام مش هكتبه حرف يا جماعه، مش هاخد الكلام كده كوبي بست من على النت واكتبه، ده اسمه اقتباس وبيسموها سرقة علمية. تمام، يعني انت كده بتسرق للأسف، يعني بتسرق محتوى علمي، فما ينفعش السرقة دي تبقى موجودة، بيسموها الاقتباس العلمي او السرقة العلمية، فما ينفعش الموضوع ده. امال اللي ينفع ايه؟ ان انا اقرأ البحث وافهمه وابدأ اعبر باسلوبي. يعني تخيل كده ان انت بتقرأ رواية، اي رواية، رواية بوليسية، رواية عاطفية، اي رواية انت بتقرأها، انت قرأت الرواية وفي الرواية فيها كلمات، تمام؟ انت جاي تحكي لزميلك بقى او زميلتك الرواية اللي انت قرأتها دي، اما تيجي تحكيها ما تحكيهاش بنفس الكلمات اللي كانت في الرواية، تحكيها باسلوب تعبيرك انت، ده المطلوب منكم عشان نسبة الاقتباس تبقى قليلة. يعني مثلا انا لو هنا بقى التكنيكات المختلفة الطرق، هنقول لجمع الحشرات تتنوع الطرق والتكنيكات التي تستخدم في جمع الحشرات، ومع ذلك however when collecting insect we should remember keep in mind the following. هو بيقولك يعني اما تيجي تجمع الحشرات لازم تحط في دماغك شوية حاجات، هتقول وهناك العديد من الاعتبارات الواجب مراعاتها عند جمع الحشرات. يبقى انا كده ما قلتش نفس الكلام اللي هو قايله بس في نفس السياق، ما قلتش حط في دماغك بقى 1 2 3 اما تيجي تجمع الحشرات، انا بقول يجب مراعاه وهناك اعتبارات يجب مراعاتها اثناء جمع الحشرات. رقم ايه او 1 certain methods، بعض الطرق and traps are used، هتيجي تقول له بعض الطرق والمصايد تستخدم only certain specific types of insect، هتقول مثلا الاعتبارات، الاعتبار الاول ان بعض الانواع الحشرية يتم جمعها بمصائد خاصة، traps يعني مصائد خاصة، تمام، طبقا لنوع المسكن او نوع معيشة ايه او نوع البيئة التي تعيش فيها الحشرة. habitats دي يعني الموطن او المسكن او البيئة اللي عايشة فيها الحشرة. فاهمين يا جماعة؟ يعني انا هقرأ الكلام وافهمه بالعربي الاول وبعد كده ابدأ اصيغه بطريقتي الخاصة عشان احاول اقلل من عملية ايه الاقتباس. تمام، الموضوع سهل جدا مفهوش اي حاجة، وما تلجأش للسنتر، السنتر هيعمل ايه؟ هيدخل يجيب كوبي بست ويحط لك في الملف، وانت اللي في الاخر هيطلع لك راسب، فليه ما نجحش؟ وطالما مفيش درجات انجح وعدي، الموضوع اسهل من السهولة، يعني سهل جدا. تمام، طيب دي اول طريقة في عملية البحث، ان انا افتح صفحة جوجل واكتب عليها العنوان بتاع البحث بتاعي. ممكن نكتبه بالعربي، خلينا نكتبه بالعربي كده ونجرب طرق جمع الحشرات. سوري اكتب بالعربي، حول الشاشة، طرق جمع الحشرات. اوكي انتر، شايفين طلعت برضو طرق جمع الحشرات بي دي اف، بي دي اف تاني، طرق جمع وحفظ، الحاجات دي بتديلي بتوسع دايرة المعرفة بتاع جماعة. تمام، هو جايب لك اهو دروس عملية، دي سكاشن اهي حد رفعها، هتلاقيها برضو نزلها وقرأها، هتلاقي فيها جمع الحشرات على موسوعة ويكيبيديا، دي موسوعة كبيرة قوي تقدر تجيب منها معلومات، وهكذا طرق جمع الحشرات وهكذا. في محاضرة هنا اهي insect collecting، محاضرة لحد جامعي رفعها، كيفية حفظ الحشرات اللي هو البريسيرفينج، وهكذا. ماشي يا جماعة،
تنزلها بالعربي بالانجلش، العربي متاح والانجلش متاح عشان الناس ما تتعقدش وتقول الدكتوره قالت يبقى لازم انجلش. لا، مفيش حاجه اسمها لازم انجلش. طيب دي اول حاجه، ان انا فتحت جوجل عادي وعملت سيرش. في حاجه بقى ادق في السيرش اسمها جوجل سكولر. يعني افتح جوجل كده واكتب كلمه جوجل، خلوني اقلب اللغه، جوجل اهي سكولر. سكولر يعني باحث، وجوجل محرك البحث بيسموها الباحث العلمي. تمام، المنصه دي بيتنشر عليها الايه، المواقع او الابحاث الخاصه بالعلم، الابحاث العلميه. تمام، فاما تبحث عليها هيبقى افضل في عمليه السيرش. هي طلعت لي اهي، تضغط على جوجل سكولر هنا كده، شايفين الصفحه اتغيرت ازاي؟ جوجل سكولر. حتى هنا كاتبين ايه، articles about covid، كاتبين عن الكورونا، لان البوابة دي بوابة علمية كل بيدخلها الناس المهتمية بالعلم. تمام، فممكن نعمل عليها سيرش برضو عادي بالكلمة بتاعنا insect collecting ميثود. شوف كلمة equipment وطلعت اهي equipment يعني معدات جمع الحشرات، دي برضو ممكن تديك فكرة اهو، ممكن نضغط عليها. شايفين بقى اللي طالع كلها مقالات علمية مش مقالات حد كاتبها، لان جوجل العادية ممكن تلاقي مقال واحد ملوش علاقة اساسا بالزراعة او بالحشرات وكاتب مقال كده مجمعه من هنا على هنا على هنا، فممكن تكون المعلومات فيه مغلوطة. لكن الجوجل سكولر الباحث العلمي كل المقالات اللي منشورة فيه دي مقالات مرتبطة بالعلم. تمام، هنا هو تجيب لك بحث بي دي اف، هنا كتاب، هنا برضو بحث، وهكذا. هتنزل بقى تلاقي مقالات كتير قوي هتقدر تفيدك في الموضوع ده. making your own insect collecting يعني اعمل مجموعتك الحشرية انت اللي تجمعها بنفسك، ده بالنسبة للناس الهاويين يعني. insect fairs in Japan and collecting مش عارفة ايه in نيوزيلندا، وهكذا. هتلاقي ابحاث كتير قوي على الجوجل سكولر خاصة related بالعلم يعني. تمام، وممكن نكتب برضو كلمة PDF. طيب شفتوا لما انا وقفت كده برضو على الجملة طلعت لي ايه حاجات، يعني انا وقفت، مجرد وقفت كده في التايتل وعملت كليك بالماوس. تمام، شفت طلع لي insect collecting historical overview يعني تاريخ او نظرة عامة كده على طريقة جمع الحشرات. دي هتبقى حاجة مهمة قوي، ممكن الحتة دي اخد منها مقدمة في البحث بتاعي. insect and mites techniques for collection، ممكن النقطة البحثية دي اكتب كده تختلف مقارنة او مقارنة ما بين جمع الحشرات وجمع الاقاروصات مايتس، لان الاقاروص طريقة جمعه اكيد اكيد مختلفة عن الحشرة نتيجة اختلاف المعيشة بتاعته، وهكذا. تمام، فممكن انت تكتبها كده في البحث بتاعك. تمام، insect collecting method effective اللي هي التأثير، الكفاءة بقى، كفاءتها او فعالية الطريقة دي في جمع الحشرات. يعني هيجي يقولك مثلا عشان تجمع حشرة وليكن ابو العيد اكتر طريقة فعالة فيها هي طريقة مثلا شبكة الجمع. تمام، فالحاجات دي بتوسع دايرة المعرفة بتاعك، هي ممكن تكون بعيدة عن التايتل البحث بتاعك بس هي related بي، مرتبطة بي، وهتوسع البحث وتخلي البحث بتاعك شيق وملم بجميع النقاط ويبقى جيد جدا. تمام، يبقى نعمل سيرش على جوجل، اكتب اسم البحث بتاعي بالانجلش يفضل يعني، واكتب جنبه بي دي اف او بي بي تي او كلمة بوك كتاب، وهيطلع لي شابتر من كتاب. تمام، طيب كنت عايزه اوريكم هنا حاجه كمان، ده شابتر من كتاب وانا كنت محملاه عشان النت بس، كتاب رائع قوي من اوكسفورد، يعني حاجه رائعه جامعه اوكسفورد، insect conservation يعني المحافظه على الحشرات، اللي هي جمع الحشرات والمحافظه عليها بقى. هنا الكتاب كامل متاح اونلاين، انت مش هتعرف تعمل له سيف على فكره، صعب شويه، فانت هتقرا ايه من على النت، لان اغلب الكتب بيبقى صعب ان انت ايه تنزلها، لان شايف هنا كاتب لك ايه جيت برنت بوك، هتشتري نسخه مطبوعه فاكيد هتدفع لها ايه بالفلوس اونلاين او بالفيزا. فخلينا نقرا كده شويه الفيرس بتاعه، دي الناس اللي كاتبه الكتاب،
جامعة أكسفورد جامعة طبعا عريقة جدا. شوف هنا بقى تيجي تقرأ العناوين وتشوف الحاجة اللي إيه المرتبطة بيك. شوف عجبني قوي، أنا ليه كلمت على الكتاب ده، عجبني قوي في نقطتين جداد قوي بصراحة هم أضافوا لي لما أنا عملت السيرش ده. Ethics of Insect Conservation، عارفين كلمة Ethics يعني إيه؟ أخلاقيات. of Insect Conservation يعني conservation يعني المحافظة، أخلاقيات المحافظة على الحشرة. شايفين هما بيتعاملوا مع الحشرة أكنها بني آدم، بيحافظوا عليها، أخلاقيات المعاملة في الحشرة. هنا برضو Ethics of Collecting Insects، أخلاقيات إن أنت إزاي تجمع الحشرة، مش أنت بقى تقول دي حشرة أنا أمسكها وأفعصها. وإن أنا يعني في بعض الناس يقولك لو أنت عايز تشرح حشرة ما ينفعش تشرح الحشرة وهي صحية، من الأخلاقيات إن أنت تخدرها الأول، لأن لو أنت بتشرحها وهي صحية هي هتحس بالألم. تخيل كده ما انت جايب مشرط وبتقطع في ايدك، مش بتحس بالألم؟ الدكتور وانت بتعمل عملية الدكتور بيخدرك عشان ما تحسش بالألم. نفس القصة بالنسبة للحشرات، فعجبتني النقطة دي بس، فانا حبيت اعمل ايه فوكس عليها. السيرش يا جماعة سهل جدا، مفيش فيه اي مشكلة، نزل ابحاث واقرأ وافهم وعبر باسلوبك، ما تاخدش كوبي بوست عشان نسبة الاقتباس بتاعك ما تبقاش معدية فوق 30، وفي الاخر هتبقى اسمك راسب. لو زادت نسبة الاقتباس عن 30 هتبقى انت لا قدر الله يعني راسب. تمام، يبقى انا اتكلمت معاكم النهاردة على سيرش على جوجل وجوجل سكولر، يفضل طبعا البحث على جوجل سكولر. انا عايزة اعمل معاكم سيرش على بنك المعرفة، بس هنزله في فيديو تاني عشان الفيديو بس ما يبقاش طويل وتقدروا تحملوه بسهولة. تمام، ما تنسوش تشتركوا بقى في القناة عشان الفيديوهات اللي تنزل جديدة توصل لكم على طول، وتشيروا لصحابكم عشان الجميع يستفيد. مع السلامة.